بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أهلا ومرحبا بالجميع في أول أيام هذا السباق المحلي الثالث الذي يقام هنا على هذه الميادين، سواء الميدان الرئيسي ميدان الشحانية أو كذلك هذا الميدان الذي يعتبر لا أقلية عن الميدان الرئيسي وهو ميدان الذي يحضر فيه ملاك الهجن وكذلك الأعداد الكبيرة الهائلة، أيضا بإشرافات كاملة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، مشكورة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وكذلك نائب رئيس اللجنة الذي نشكره جزيل الشكر سعادة عبد الله بن محمد الكواري ومدير إدارة السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي والمسؤول المباشر أيضا في هذا الميدان وتحركاته وهو خليل بن ناصر الشهواني. شكرا لإخواننا العاملين في هذه اللجنة والمسؤولين على هذه الميادين. أيها الإخوة الأفاضل، شوطنا الأول الرئيسي هو شوطنا الذي تشاهدون على الشاشة، ونبدأ مع قراءة تفصيلية للمراكز الخمسة الأولى. سن الحقائق فئة البكار هو هذا الشوط، مسافتنا هي 3 كيلومترات. نبدأ مع المركز الأول جول جار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري. من يحتل المركز الأول؟ ننتقل للمركز الثاني. الوصول هنا من طيف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. أما المركز الثاني، نعم المركز الثالث، ننتقل أيضا لشديدة ناصر بن محمد بن ناصر الطريبيل المري. وعلى المركز الرابع وصلت بلسم الشاعر، تصل هنا ويصل شعار بخيت بن سالم بن خزينة المري. يا سلام. ننتقل للمركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس، الوصول من رعبوبة عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي المري. هذه نتيجتنا. نعود إلى مقدمة هذا الشوط. الله، 30 شعارا، 30 بكرة مشاركة في هذا الشوط الأول الرئيسي في هذا المحلي الثالث من أول مسافة تقرر وهي 3 كيلومترات لهذا السن لأول مرة في هذا الموسم. الله، نعود إلى المقدمة مع جول من تصول وتجول في المقدمة، جار الله بن جابر بن جابر المري، ولكن بلسم الشاعر بخيت بن سالم بن خزينة المري. بلسم تقير، بلسم تتسلل، بلسم تستلم الصدارة، استلمت مقدمة الشوط. هذه بلسم بخيت بن سالم بن خزينة المري. الله، يلا يا العود، يلا يا بخيت، يلا يا ابو سالم. الله، بلسم الشاعر مع المركز الاول مع مقدمة هذا الشوط، هي الاقرب للناموس ولكن وصلوا للطلايب. يصل البريدي هنا مع طيف حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، ووصول وتقدم في هذه اللحظات من جمايل عبد الله بن محمد بن راشد المرزيق المري. ولكن بنعود الى بلسم بن خزينة مع المركز الاول مع بلسم. يلا يا راعي بلسم. الله يا ابو سالم، الله عليك يا ابو سالم. جهز الابيات الجميلة مع بلسم. بلسم، يا مرحبا يا بلسم، يا مرحبا يا الشاعر. نعم ايها الاخوة، يعود مجددا مرة اخرى هذا الشاعر الكبير. نعم ايها الاخوة الافاضل لهذه الميادين. شكرا لابنائه الكرام، شكرا حمد بن بخيت، شكرا سالم بن بخيت، شكرا لانجاله على هذا الانجاز وعلى هذا الاداء الجميل. سلام بن خزينة، سلام، سلام بن خزينة، سلام بخيت بن سالم بن خزينة. نهنيه ونهني انجاله على فوز بلسم وتحقيقها بناموس الشوط الاول الرئيسي. المركز الثاني مذخورة لفاران بن عتيق بن محمد البريدي، يوم المركز الثالث جمايل لعبد الله بن محمد بن راشد المرزيق المري.